كلنا عندنا صحاب كتير جدا في حياتنا، وكل واحد من الصحاب دول هو ليه بصمه كبيره جدا في حياتك. بس للاسف احنا دايما بنقرب من الصحاب الوحشين وبنبعد عن الكويسين. دايما في ناس كده موجوده في حياتك هم عباره عن منبهات احباط، هم بس موجودين عشان يفكروك ان انت فاشل، ان انت ما تقدرش، ان انت ما تعرفش توصل لاي حاجه انت عايز توصلها في حياتك، وان انت هتعيش حياتك زيهم. ابعد عن كل شخص محبط او محبط او يائس او اي شخص انت عارف ان هو سبب في يأسك في حياتك. حاول نفسك بالصحاب الايجابيين، الصحاب اللي انت عارف ان هم هيفيدوك في حياتك، الصحاب اللي مؤمنين بيك، الصحاب اللي موجودين عشان يحفزوك، الصحاب اللي شايفين ان انت تقدر توصل لحاجات كتير جدا لان انت فعلا تقدر. بس لا اصحابك واختار الناس اللي حواليك.